كانت هذه مبادرة خيرية لصالح الأيتام نظمت من طرف نادي وأعضاء صناع التميز وكذا عدة متطوعين من كافل اليتيم. هذا الحدث كان في بالتنسيق مع الإقامة الجمعية سعيدي محمد الذين هم مشكورين على حفاوة الاستقبال. كما لا ننسى أن نشير أنه هذه المبادرة أقيمت ترحما على الطالبة سمر عبدي. النشاط ومبادرة من طرف سعيد محمد التي ارتأت إلى أن تشارك هذه الفئة التي هي مصدر إلهام لكل المجتمعات، ونسعد بأن نقدم لهم كل اليد والمساعدة، وعلى رأسها أن نشاركهم هذا النشاط الذي هو جد فعال بالنسبة للإقامة الجمعية سعيد محمد. ولا ننسى بأن نخص بالذكر أن هناك السيدة مديرة الخدمات التي قدمت وفرت كل ما يمكن أن توفيره، والسيد مدير الإقامة الجمعية سعيد محمد الذي رحب بالفكرة وقدم كل اليد والعون لهذه الشريحة. ونشارك هذه الفرحة ونتمنها أن تكون ليست الأولى وليست الأخيرة. وشكرا. معكم طالبة زاهرة تخصص الرياضيات. اليوم قام أعضاء نادي صناع التميز بمبادرة لإفطار 200 يتيم، وذلك بالتنسيق مع الإقامة الجمعية سعيدي محمد، حيث دعونا المكتب التنفيذي الولائي والبلدي لكل اليتيم، منها سودر وشعصفة وصفا، وأيضا من بلدية تيارت